السلام عليكم. موضوعنا لهذا اليوم عن أزهار الأستر أو النجمية. طبعا هذا له اسمين، لكن هو الاسم العلمي الأستر. راح اليوم إن شاء الله نشرح لكم عنه شرح مفصل، طريقة العناية والأكثار. أزهار الأستر الموطن الأصلي إلها أمريكا الوسطى والشمالية، تم جلبها إلى أوروبا. يعني هي هاي هسه أكثر شيء متواجدة بأوروبا عن طريق الرهبان الفرنسيين. طريقة العناية، طبعا اللي يسأل هل هي موسمية أو دائمية، النبات يكون دائمي أو فصلي، لكن تعرفون حسب المناطق. يعني أكو مناطق مثلا تكون باردة فالنبات أكيد راح يعمر، أكو مثل مناطقنا تكون يعني جهنمية، فبالصيف حسب المكان اللي أنت راح تزرعه بيه لو يعمر عندك أو يتلف عندك. وهسه إن شاء الله راح أشرح لكم من خلال طريقة العناية. تريد تزرعها، إذا أنت مثلا تقدر تزرعها يعني بسندانة أو حديقة. طبعا إذا زرعتها بالحديقة راح تنمو عندك، تكون يعني شكلها مدنفش، راح تعطيك إزهار أكثر وراح يكون النمو مالتها أسرع. أما إذا بالسندانة فنوعا ما راح تكون محدودة، يعني عندك ما راح تعطيك النتائج اللي مثل التربة المباشرة. هنا إذا أنت زرعتها بالحديقة حاول أن تختار لك مكان أو موقع تجي عليه شمس الصبح، حاول أن تتجنبها شمس الظهيرة، أو تزرعها تحت يعني أشجار أو كذا، لأن مثل ما تعرفون الأشجار سبحان الله راح تعطي مثل التبريد وتوفر يعني تبريد طبيعي للنباتات اللي راح تنغرس تحتها. أما إذا زرعتوها بسندانة فالسندانة أنت تقدر تتحكم بحركتها. يعني مثلا من راح يجيكم الصيف، هنا أنت حاول أن تتجنب النبات شمس الظهيرة، تخلي مكان تجيها بس شمس الصبح. السقي طبعا أيام الصيف بالربيع لازم تسقيه كل يوم، وتقدر تجرب. يعني خاف واحد يعترض على هذا الكلام، إذا عطشت يوم واحد يعني بس مجرد راح تجف التربة مالتها، راح تشوف الأوراق مالتها ذبلانة ومتهدلة، وراح ينتج لك عن هذا السبب تلف الأزهار، يعني راح تتلف عندك كم زهرة. فحاولوا أنه لا تخلوها تعطش، السقي كل يوم. الحلو بيه حتى لو ذبل راح يرجع يشد الورق، بس شنو بالمقابل راح تخسر الأزهار. بالشتاء بالخريف يعني من يعتدل الجو، هنا أنا لا، يعني السقي حاول أن يكون كل يومين أو 3 أيام، لأنه الجو راح يبرد وما راح بعد النبات يحتاج كميات مي. التربة من تزرعها بالحديقة أو بسندانة يفضل أن تستخدم تربة خليط بين الزميج وبين البتموس. يعني البتموس راح يكون يحتوي على مواد عضوية، فهذا النبات راح يتغذى عليها. التسميد حاليا يعني من الربيع، خلينا نقول على سبيل المثال من نهايات الشهر الثاني إلى الخريف، يعني شهر العاشر أو شهر 11 تبدأ السمدة بالأسمدة المركبة، يعني سماد الـ NPK المتعادل. حاول أن يكون التسميد مالتها كل أسبوعين، يعني كل 15 يوم تسمدها بهذا السمد. إكثارها طبعا يتم عن طريق البذور. الاكثار مالتها او موسم الاكثار مالتها يتم من شهر 9 الى نهايات شهر 11، يعني هاي ال3 اشهر خلال الخريف يتم اكثار زهرة الاستر. طبعا اكثارها مثل ما ذكرنا بالبذور، تجيب السندانة تكون مزقية بصورة يعني جيدة، وتنثر البذور على هاي التربة المزقية، وبعدها تغطيها بطبقة كلش خفيفة وأيضا ترطبها وتتركها في مكان مظلل إلى أن تبدي هاي البذور. يعني بس تاخذ وقت لحد ما يعني تنجح عندكم. حلو بهذا الأزهار مثل ما ذكرنا، يعني من راح تزرعوه بالحديقة راح يكون حجمها أكبر من هذا الشكل. سبحان الله هاي الأزهار طبعا هسه كودن إضاءة، متعرضة لإضاءة، يعني من الساعة من جبتها من العتمة يعني من الظلمة كانت هاي الزهرة مسدودة، لكن هسه من تعرضت الإضاءة انفتحت. يعني حتى إذا تشوفون هسه هاي مسدودة، يعني بعدها ما فتحت. فهذا بالليل سبحان الله مثل اللي ينام تنغلق الزهرة
بالنهار تفتح. وطبعا هاي الازهار مال الاستر تكون جاذبه للفراشات وللنحل، يعني مجرد ان تزرعها بحديقه او فد مكان تشوف النحل والفراشات راح تتجمع عليه. هذا كل ما يتعلق بأزهار الأستر أو زهرة النجمية. نتمنى أن تكون حلقة مفيدة، ونتمنى أن نكون أفدناكم وثيمان لها.